قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين بإعلان الإضراب ليومي السابع عشر والثامن عشر من شهر شباط القادم وذلك بعد كان هناك استبيان طبعا للمعلمين وكل الإجابات كانت مع هذا المطل مع هذا الموقف هو الإضراب والإضراب طبعا حدد بثلاث مطالب رئيسية أو المطلب الأول هو إصلاح الواقع التربوي المطلب الثاني والمهم جدا جدا هو السكن والمطلب الأخير هو الترفيع والعلاوة من تاريخ الاستحقاق وبأثر رجعي طبعا هذه المطالب هي مطالب قانونية ودستورية لا يمكن أنه يتغافل عنها المسؤول لأنه الدستور حسب المادة 30 هو حق كفل حق السكن للمواطن العراقي وكذلك من ضمنهم المعلمين المدرسين. وكذلك لدينا يعني قانون حمايه المعلم، الماده السادسه ايضا ضمان حقوق ضمان السكن للمعلم من خلال توزيع قطع اراضي وذلك تكليف السيد وزير البلديات والاجراء. نعم،, نعم. اليوم انت تشغل منصب ايضا هو تقييد المعلمين العراقيين بكافة المحافظات العراقية اليوم المعلم الموصلي خصوصا بالمحافظات المنكوبة قد لهم لمدة ثلاث سنوات اليوم كيف توجه فرعكم في نقابة المعلمين في مدينة الموصل ماذا تقول لهم؟ فرع نقابه المعلمين في الموصل فرع نشط وحقيقه وجميع الاخوه المعلمين المدرسين هم متضامنين مع نقابتهم في فرع الموصل وما يصدره المجلس المركزي في بغداد هو واجب التنفيذ في جميع فروعنا سواء في الموصل او في البصره. طبعا احنا نحن ارسلنا كتب رسميه الى السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد المهدي المحترم والسيد رئيس مجلس النواب العراقي الاستاذ محمد الحلبوسي المحترم للاهتمام بهذه المطالب وتنفيذها او يعني كيفيه التفا التعامل مع هذه المطالب ولحد هذه اللحظه طبعا بالمناسبه لم ياتينا رغم ان هناك فتره قادمه يعني اكثر من شهر لذلك نتامل خير انه تنفذ هذه المطالب بالسرعه الممكنه. حقيقه تعاقب الفشل السياسي منذ 2003 وما قبل 2003 الى اليوم دعانا أن نطالب ولأكثر من مرة وبصوت عالي أخرج وزارة التربية من المحاصصة ما هدم مفاصل وزارة التربية إنه كل مدير عام ووكيل وزير محمي من كتلته السياسية مهما أخطأ لا يخضع للحساب يوجد من يدافع عنه لهذا نقول أن الجميع حين أصبح محمي أصبح الخطأ اتجاه التلميذ واتجاه المدرسة واتجاه المعلم وارد في اي لحظه وفي اي منطقه مما ادى الى خروجنا من مقياس دافوس العالمي واصبحنا في ذيل قائمه دول العالم حتى بعد الصومال، لهذا نقول على السياسيين من كان منهم يحمل روح الوطنيه ان يراجع قبل وزاره الدفاع وقبل وزاره الداخليه وقبل الصحه أن يراجع وضع التربيه، هل انتشار المدارس الاهليه في العراق ظاهره صحيه؟ هل خلق الطبقيه مره اخرى في مست... بين الشعب العراقي، <applause> ابن الغني يذهب الى المدرسه الخصوصي وابن الفقير يبقى في مدرسه مكتظه بالطلبه والتلاميذ اكثر من 70 و80 و100 و120 او المدرسه مهدمه، كل هذا يجب ان يراجع السياسي ضميره قبل ان يراجع قراره، من كان يملك قرار وضمير حي عليها ان يضع وزاره التربيه بالمرحله الاولى والمرتبه الاولى، نخاطب الضمائر الحيه بين السياسيين. ولا نخاطب ولا آتهم وانتماءاتهم ومرجعياتهم السياسية خارج البلد نطالبهم بما تبقى من الضمير الوطني العراقي أن يراجعوا وضع وزارة التربية لأن مستقبل الأجيال مهدد والأمية تنتشر ووضع المدرسة غير ملائم بالتأكيد موضوع الإضراب يعني أحنا يعتبر أعلى المراحل وآخرها بالنسبة لنقابة المعلمين العراقيين ووصلنا لهذا الهدف النهائي أو الرئيسي موضوعات الاضراب لسبب عدم تعاون الجهات الحكوميه والمتنفذه مع نقابه المعلمين من 2015 لحد الان فالمعلم لحد الان يشكو وعنده مطالب متعدده ومتنوعه ومن ضمنها موضوع الوضع المعيشي الوضع المعيشي كل صعب للمعلم وبالاساس حاليا دي وحارب موضوع العلاوات والترفيعات الترفيعات الكثير من الزميلات والزملاء بحدود يعني سنتين أو ثلاثة يعني ضاعت عليهم وحاليا قدرت نقابة المعلمين أه تحصل على قرار بأن موضوع الترفيع من تاريخ الاستحقاق لكن السنوات اللي مضت يعني ضاعت على المعلم وضاعت مجالين مجال, يعني مجال الترفيع حصوله على الاموال وجانب الاخر الوقت الترفيع مره ثانيه اذا هم ضاع هذا